السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا متابعي سلسلة عصر الاستيقاظ. أعرفكم بنفسي، أنا مهند أحمد، منتج السلسلة. أنا فلسطيني من مدينة غزة، عمري 21 سنة تقريبا حاليا. الآن بعض الآن بستغرب ليش الحلقة هذه فيديو، نظام فيديو أنا بتحدث فيها. الحلقة هذه أول شيء أنا عملتها عشان أرد في بعض الاستفسارات مهمة جدا وصلتني، وأسئلة كتير فصعب أعملها إنه حلقة نظام حلقة وكلها كتابة. حاب أتكلم أنا يعني بحرية فيها. هدفي من سلسلة عصر الاستيقاظ هو إيقاظ الشباب، يعني سلسلة عصر الاستيقاظ اسمها. لو حاليا تفحصنا الاسم حنفهم إيش المضمون. عصر الاستيقاظ يعني هذا العصر حاليا لازم الكل يستيقظ، كفانا يعني شاهدنا وتعلمنا وبحثنا بما فيه الكفاية، حاليا لازم نستيقظ للجاي. في مؤامرات بتنعد للأمة الإسلامية، مؤامرات، في مخططات، في أمور لازم نستيقظ إلا عشان تصححها. يعني كتير هذا، في كتير رسائل توصلني إنه أنت مثلاً بتزرع الخوف في عقول الشباب، وإنك أنت بتدمر المعنويات بالحلقات مثلاً زي كيمترل والمشروع الشعاع الأزرق. أنا بحكي لعكس ذلك، إحنا لما نتعرف على كيف نظرية، كيف تفكيرهم، بحكي لك اعرف تفكير عدوك عشان تعرف تواجه عدوك. لازم نعرف كيف تفكير مثلاً، لازم نعرف كيف خططهم عشان نعرف نواجههم. طيب الآن اللهم صل على سيدنا محمد، حاليا وصلتني كذا رساله بتحكي ليش نظام السلسله لم يكون يعني مش ما كانش بالتدرج. مثلا انه نظام كتب تاريخيه نبدا من اول وننتهي بالاخر. لا، دي سلسله يعني مثلا احكيلكم مثال، يمكن بعضكم مش النقطه مش واضحه عنده، انه مثلا نبدا من اول كيف بدات الماسونيه، فرسان المعبد مثلا، مش عارف كيف السحر، بعد السحر اتطورت وصلت مثلت امريكا. لا، انا مش حابب تكون سلسله ممله زي هيك، لانه الحقائق كذا سلسله ناقشتها صراحه في صناعه كلنا، يعني انه كيف بدات وكيف بدأت. لان السلسله هذه بتركز على مواضيع لازم الكل يعرفها، مواضيع مقتطفات مهمه جدا، يعني اخطر من النذكر بالترتيب وايش صار وايش حكى وكله مجرد اجانب يعني بيحكوا مش فاهمين شيء. طيب الان هذه السلسله بما معنى انه مواضيع مقتطفات، كل حلقه تعتبر لحالها الموضوع منفصل، كل حلقه موضوع منفصل وليس بالتدرج، غير اذا كان في ثلاث حلقات متواليه. الان وصلت يعني كثير اسئله حول ترجمه السلسله، يعني كثير الحمد لله انه من شهره السلسله، يعني السلسله يعني بفضل الله ثم بفضلكم صارت السلسله الثانيه في اليوتيوب من حيث عدد المشاهده. السلسلة الثانية من حيث عدد المشاهدة، مش من عدد المشاهدة انه كم شخص شافها، السلسلة الثانية من حيث عدد البحث عنها. الان السلسلة تميزت، اصبحت الثانية بعد الرايفل. يعني افتح شريط السيرش على اليوتيوب، اكتب سلسلة، بيجيك اول شيء القادمون، ثاني شيء الرايفل اللي هي ثاني شيء سلسلة عصر الاستيقاظ. هذا دليل على تميز السلسلة طبعا بفضلكم وبفضل الشباب المبدعين اللي ساهموا بنشر السلسلة سواء على المنتديات او على اليوتيوب او مواقع اخرى. طيب الان نرجع لموضوع الترجمه. موضوع الترجمه وصلني كذا انه طلب انه عايزين يترجموها للانجليزيه والفرنسيه والكردستانيه، وفي شخص باكستانيه بترجمها. لكم الحريه في ذلك وتؤجرون ان شاء الله. بارك الله في كل شخص حابب ينشر السلسله، وحتى مش ينشر سلسلتي انا، حابب ينشر سلسله فيها معرفه وفيها اشياء لازم الكل يعرفها. الشباب المسلم لازم يستيقظ عشان يعرف المؤامرات القادمه، وان شاء الله هذه السلاسل بتكون يعني كسراج نور لنا انه توجهنا الطريق الصحيح. خلال بحثي في الانترنت عن صدى السلسلة، صدى تقبل، يعني حابب اشوف كيف تقبل الناس للسلسلة، تقبل الشباب لسلسلة عصر الاستيقاظ، دخلت كذا منتدى، يعني عملت سيرش على جوجل فوجدت عشرات المنتديات ناشرين السلسلة، ناشرين النظام انه السلسلة ماخذين من اليوتيوب وانه ناشرينها في المنتدى. بس في كذا منتدى يعني حابب تضحكوا زي ما انت حكيت اللي شفته، يعني في كذا منتدى كاتبين عني انه انا شخص اصلا تابع لجهات خارجية، وانا شخص ماسوني، وانا شخص حابب ازرع الخوف والوهم في قلوب الشباب.
كذا اشياء صراحه مضحكه جدا يعني. انا طول الليل ما بضحك عليها اتفرج بضحك بس على اللي كاتبينه عني. وبعض الشباب كاتبين من سلسله جي ار رابز القادمون، هذه السلسله ايرانيه، طبعا هي ايرانيه وفيها بعض الاخطاء الكبيره جدا، اخطاء في تتنافى مع العقيده السنيه عندنا الان. لكن في كاتبين انه انا يعني تابع لهم وانا باخذ مصاري منهم، فلوس يعني منهم، واشياء صراحه مضحكه جدا. انا اللي اغني الموسيقى عشان اخذها نفس الموسيقى منهم، انه هذه الموسيقى بتاثر على المخ بطريقه بتبرمجه، مواضيع كبيره جدا كاتبين صراحه مضحكه جدا يعني. ابحثوا وشوفوا المكتوب عن السلسله. الان حابب اشكر صراحه الشباب المبدعين الرائعين اللي بيقضوا وقتهم صراحه في نشر الحقيقه، سواء في الصفحات الاخرى او في صفحه سلسله الاستيقاظ على الفيسبوك. فحاب اشكرهم كلهم باسمي ولقبي على المجهود اللي بيبذلوه في الصفحه. الحمد لله خلال 3 اسابيع فقط جمعنا 1800 تقريبا، 1800 معجب في الصفحه. وما شاء الله انا كل ما اضيف شيء ابن ما فيش وسع من كثر الاضافات والمشاركات في الصفحه. هذا دليل على تميز السلسله بفضلكم طبعا، وبفضل حبكم لنشر الحقيقه وحبكم لنشر الخير. اخواني الان وصلتنا عديد من الطلبات انه اخصص حلقه او اكثر حول الثورات العربيه. فانا صراحه مش حابب افوت تفاصيل الثورات العربيه لانها ضخمه جدا وحتى الان مش معروف حقيقتها بالضبط، فمش حاب افوت في الغلط ان انشر معلومات قاطعه. فانا صراحه حاب ارد عليكم في نقطه مهمه جدا حول كل الثورات العربيه هذه، يعني حقيقه حتكون مهمه جدا وخطيره جدا الان حنصرها حول الثورات العربيه. الان في كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريف، كتاب نهاية العالم. هذا الكتاب هو كتاب مصور لأحداث الساعة الصغرى الكبرى وخروج الدجال والمهدي المنتظر، كل الصور يعني دعم الصور والخرائط وكل شيء، كتاب مهم جدا. فخلال قراءتي فيه في صفحة 135، طبعا الكتاب موجود على الانترنت بي دي اف، تقدر اي شخص منكم يحمله ويتفرج عليه. طيب الكتاب في صفحة 135 ايش مكتوب؟ من علامات القيامة الصغرى، فتنة تستنطف العرب، أي وقوع فتنة عظيمة تصيب العرب فيكثر فيها القتل والهلاك، وهذا حاليا هي الثورات العربية. من علامات القيامة الصغرى الثورات العربية، وهي حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تستنطف العرب، قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. وهذا كله حاليا احنا بنعيشه، انه فتنة ضخمة جدا، كل بقتل بعض في سوريا، ليبيا، مصر، تونس، اليمن، كل ثورات بيقتل الناس بعض، وحتى الان مش عارفين ايش اللي بيصير بالضبط. وهي الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي يعني حديث 1400 سنه بيحكي عن اللي حاليا احنا بنعيشه، وبيحكي انه قتلاها في النار. قتلاها في النار مش انه يموت في الضحيه انه على النار، لا، كل قتلاها الجيوش اللي بتهجم على الناس قتل فيهم اللي بيعتبروا حالهم هم الصح عشان هم النظام، هذول كلهم في النار عند مقتلهم باذن الله. طيب قبل ما انهي الحلقه هذه حابب اتكلم عن موضوع مهم جدا، هو بعض الرسائل رسائل صراحة غير مهذبة يعني بتهاجمني انه انا ظلمت الشيعة، انه ذكرت انه علم ايران مكتوب في الشمعدان. ولعلمكم علم ايران بس مش مكتوب بس بشكل شمعدان، كلمة لفظ الجلال مكتوب في علم ايران مش بس بالشمعدان. يعني الان حتشوفوا الان هيك الان مشاهدين انتو انه كلمة لفظ الجلال في علم ايران بتاخد من رمز الديانة السيخية بالهند. يعني الان لاحظوا انه كيف تشابك بين رمز لفظ الجلالة ونفس الديانة السيخية بالهند في عالم إيران. والآن بعض ما انتبهش على قصة لفظ الجلالة مقلوب في عالم إيران في اللون الأخضر فوق، لفظ الجلالة قلبين يعني عاملين كلمة الله مقلوبة، تعالى الله عم عتاب علوا كبيرة طبعا. طيب قبل ما أنهي الحلقة برضو في إنه تنتظركم حلقات رائعة جدا. أنا حاليا بنتج مجموعة من الحلقات، مواضيع لم تطرح في اي سلسله مسبقا، مواضيع مهمه جدا وخطيره، وان طرحت في سلسله لم تطرح انه بس مجرد انا تجميع بجمع مواد وحطوه يعمل حلقه، لا، انا طبعي اني بحب ترتيب منطقي للموضوع، ان كل حلقه تعتبر سلسله اعتبرها، كل حلقه بتناقش موضوع انت بتغذيه راجعه للي صار. ففي مواضيع مهمه جدا حتطرح لاحقا ان شاء الله، واحفزكم للحلقه الاخيره اللي حتكون مفاجأة لكل شباب العربي والمسلم، حتكون مش حابب احرق المفاجأة بس احكي لكم نبذة بسيطة عنها. يعني حتكون عبارة عن محاكاة لدخول المسلمين للمسلمين وتحرير القدس، حتكون محاكاة لتحرير القدس من دخول الناس، تكبيرات وهجوم، حتكون حاجة رائعة جدا يعني، اشي انا حتعب فيه
لانه حيكون مهم جدا، لانه انا متوقع الحلقه الاخيره حتكون تلاقي صدى عالمي جدا، لانه مش مجهود رائع حتصير فيها ان شاء الله. واسف اخير عليكم وطلت عليكم، واتمنى انكم تسامحوني على اي غلطه انا قلتها خلال السلسله. انا مجرد انسان برضه واخطر بسيط، وان اخطا فمن الشيطان وان اصبت من الله. اتمنى اني اكون مضغوط عليكم، يعطيكم الف عافيه. وشكري سيستعصي للشخص، السلام عليكم.